فير بلاي الاثنين 11 اكتوبر 2021 اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي موعد الرياضه على اكسبريس اف ام. انيس الجويني في الاخراج، ادم في الاخراج الرقمي، وسلام مدب معاكم في الاعداد والتقديم. نجموا تتابعونا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، كما تنجموا تتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم، كما تنجموا تشاهدونا ايضا من خلال اللايف ستريمينج اللي يبدا بعد شويه ان شاء الله تلقاوه على صفحتنا اكسبريس اف ام والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبورا. فير بلاي من توا من 3 حتى 4 تاع العشية كل يوم من الاثنين للجمعة. اليوم حصتنا باش تكون اكيد خاصة بالحدث بالمنتخب الوطني التونسي. مقابلة البارح تعادل منتخبنا ضد منتخب موريتانيا، البارح التعادل السلبي دون اهداف، منتخبنا الاداء فيه برشا كلام. دونك على ذاك حصتنا اليوم باش تكون مخصصة للمنتخب الوطني التونسي، ويحضر بحضنا ضيوفنا المحلل الفني طارق المسعودي. شنو احوالك؟ مرحبا سلام، تحية ليك، تحية مستمع اكسبريس اف ام. شنو الامور؟ طبعا الحمد لله. يا اخويا منور القنوات الليبيه اخويا 218 والدنيا والمنتخب التونسي باهي الجو عجبك غاديه؟ اي الله يعطيهم الصحه وفرحوا بينا. فما حاجه باهي المدير الالهي تونسي معناها ولد الصحافه وان شاء الله. فما عجبك الجو بعد البلاتو اكثر من اللي قبل البلاتو. صحيح صحيح. ايضا يحضر معنا العربي جابر اللاعب السابق الترجي التونسي سي ابي، مسيره كبيره عربي. شنو حوالك؟ مرحبا سلام ومرحبا بكامل مستمعين اكسبريس اف ام، ورحبوا بخويا طارق وسي سامي اللي وحش اخويا. مرحبا بك ايضا الزميل الاعلامي سامي العكريمي. مرحبا سامي، اهلا بكم، اهلا بالمجتمعات والمستمعين. مرحبا. دونك نحكيو على مقابلة منتخبنا، ندخلو في صلب الموضوع باش ناخذوا كلمة عامة على المقابلة البارح وبعد ندخلو أكثر في التفاصيل. نبدا معاك طارق، كيف شفت الماتش؟ ماتش أقل من عادي، ماتش معناها مانيش باش نحكيو على دو بوان اللي ضاعوا، مي نحكيو على البريستاسيون، معناها باش نقولوا ما فماش جدية في التعامل مع الماتش، مي المنتخب كان بعيد على النيفو اللي احنا نحبوه. منتخب موريتاني متوسط على الاخر، خذا اول نقطه معنا احنا. ما فهمش علاش معناها باش نمشي نجيبوا تروبا ما غادي. البارح ضيعنا 45 مينوت لا، معناها الشوط الاول كان المنتخب بعيد برشا على النيفو نتاعو. الميتون الثاني تحسنت شوي، مي باقي معناها بعاد على النيفو اللي سنة فيه جمهور المنتخب. نحكيو روندمون انديفيديوال ولا كوليكتيف تكتيك، الملاعبيه اللي بداوا، الملاعبيه اللي دخلوا من بعد، ما بصراحه ديسيبسيون البارح كبيره، وخاطر احنا ماذا بينا كنا نستناو كل ما نقربوا للبطوله العربيه اللي في الدوحه الشهر الجاي والكان تاع الكاميرون، معناها المنتخب يبدا معناها بروغريسي بشويه بشويه. احنا توا الماتش نتاع البارح رجعنا مصفر، ما عنيش حتى مشكله في الترشح. انا تو متاكد ما عنيش مشكله في الترشح، مش نترشحوا الاولانيين في البول هذه. ليك اللي زانديس ما همش باهين، طبعا نحكي صعبنا شويه المهم، ليك اللي زانديس مش ما همش باهين. انا عمناو اسلام في البلاتو هذا تكلمت على سيف الجزيري، قلت راه لازم تثبيت سيف الجزيري في هجوم منتخب. العب سيف الجزيري وكانه مازال ماتش يلعب ماتش لا. ومره اخرى نرجعوا الوهبي الخزري اتاكون في الماتش اللي فات، اللي هي يعني بالنسبه عندي زوز ملاعبيه انا مش نحكي عليهم بالقديه، محمد علي برمضان وسيف الدين الجزيري. طبعا نحكي بك دخلت اكثر في التفاصيل، حبيت ناخذ كلمه. ولا رجعنا الوهبي الخزري اون بوينت، ورجعت نفس الحكايه. ما كانش ماتش كبير في الالي، وفي الروتور كان ماتش بعيد برشا على اللي يستنوا فيه. عربي بون، المباراة ما كانتش يعني كيما حبيناها. حبينا نمشيو غاديك ناخذوا 3 بوان تاعنا، وتكون عندك أفضلية معناها على منتخبات اللي وراك، وتاخذ أسبقية يعني معنوية ومريحة باش مو تلعب ماتش مع غينيا تكون مرتاح ولا فافوري عليها زايد على 3 بوان. دونك الغالب لي كونديسيون ماهمش نتصور فذي في العموم، دونك نتصور تيران ترتون فما تغييرات طبعا نحكيو عليها. جي دو زوكازيون في الماتش ما همش معنا كبار برشا، لكن نتصور انغروسو مودو يعني المباراة ما كانتش في القيمة اللي حبيناها، ما كانتش في المستوى اللي حبيناه. فما شوية يعني نقولوا بتاتر تعب، بتاتر يعني التيران صعيب شوية، لكن هذا يعني تعرف التيران العربي ولا ليه؟ لعبت فيه ولا ليه؟ لا تيران لعبش موريتانيا، اما ساسوفو يعني اللي ترتون يعني يقلق شوية الملعبية، لكن هذا ماهيش عذر. المستوى كان نقولوا احنا بون نقولوا هزيل، ما كانش مع مستوى تاع منتخب اللي نحبوه يوصلوا له، معناها كيما نتصوروه. المستوى ماهوش يعني لعب ضد موريتانيا،
دونك كانت تحب تمشي كوب دي موند وكانت تحب توصل المربع الذهبي او توصل نهائي كاس افريقيا يلزمك تربح في ردس وتربح البرة كسوا المنتخب وكسوا يعني لي كونديسيون لي يرضوك. اعطيك مثال باغ اكزومبل اليوم منتخب جزائري يمشي في موريتانيا اقل حاجه يمشي يربح 3 4 دونك هذاك الفرق اللي يخلي اليوم المتفرج التونسي انه يتقلق من 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 لي كونديسيون تاع من لي ريزلتا تاع منتخب التونسي كونتر موريتانيا انه في ردس نجم نربحوا البرة نجم نجيبوا انا زيرو بالسيف. دونك هذا ما صارش البارح على كل يعني مباراه لنسيان ما كانش فيها منتخب التونسي في افضل حالاته فما دي زوكازيون صحيح لكن منتخب موريتاني كان بلوز اغريسيف علينا كان حاضر تحسه كان حاشم المباراه رغم اللي هما 3 بوان يعني وش يعني حتى معناها كان ربحنا ديما يقعد تقريبا خارج من المسابقه لكن حسيناه كانوا ديربي منتخب موريتاني كان جاهز اكثر من منتخب التونسي. سام أنا نحب ساعة كنت تسمح نحب نهني شعب الرياضة بصفة عامة وشعب الكرة بصفة خاصة بعودة الوزير المقال قبل 25 جويلية وزير الشباب والرياضة كمال دقليش نسكر القوس هذايا اللي باش يفتح العديد من الأقواس الأخرى إن شاء الله. الحاجة الثانية زوج ثلاثة ملاحظات معناتها على المباريات اليوم معناش تشكيل معناتها التشكيلة أساسية في الفريق الوطني تكلمنا احنا تحدثنا برشا مرات على مسألة حارس المرمى اليوم التشكيلة الأساسية برمتها وحتى معناتها الرسم التكتيكي وكل الرسم التكتيكي اللي شفناه البارح ماهوش الرسم التكتيكي اللي مستنسين نلعبوا به أما معناتها نلعبوا وتو بعد نقولوا الحاجه الثانيه الرسم التكتيكي كيفاش مش نفسه 4-3 نفسه ولا الملاعبيه تبدل وقت تشوف انت وقت تشوف الصخيري فين لعب وقت تشوف سليتي فين لعب ماهوش ما معناتها توزيع الادوار وتوزيع لي بوست واحد وكل ما همش معناتها اللي مستنسين عندنا معناتها في الفريق الوطني. الحاجه الثانيه نحب نقولها ممكن في تاريخ كره القدم التونسيه اكثر تشكيله هجوميه هبطت كلهم هبطوا بن يوسف هبط والخزري هبط والجزيري هبط ورفيعة هبط وبقيرة هبط صفر أهداف هذا زادة معناتها شيء مهم جدا شنو راجع هذا؟ لا تحب ما نمانيش فسروه توا باش نفسروه بعد الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة كان تسمع احنا المباراة هذه كنا نعرفه معناتها مسبقا أن هذه المباراة اللي باش ترشحنا في المجموعة هذه المباراة اللي باش ترشحنا في المجموعة هذه بعد نرجع للفريق الموريتاني المباراة هذه ما ربحناهاش وما سجلناش اهداف. باهي خلينا نبدا معك انت يا عربي مادام حكيت انت على التغييرات في التشكيلة كنا الماتش اللي فات حاسين كأنه فما نواة في المنتخب فما سبعة ملاعبية بداوا الماتش الأول مع موريتانيا تقريبا كانوا نفسهم في مقابلة زامبيا ومقابلة غينيا. فرحنا قلنا ولا عنا نواة في المنتخب ولا عنا هيكل باركونتر تفاجئنا ماتش البارح صاروا تقريبا خمسة تغييرات ما فهمناش علاش حسينا كأنه التعامل مع مقابلة كأنه ماتش ودي كأنه ضامنين ترشح بون لشواء متاع سي منظر نتصور بون ما نعرفش هو بالضبط شنو خمم بالضبط اسكو خمم في التعب اسكو خمم حب يعطي اكثر بون خلينا سامحني عربي فما لاعبيه هما عندهم اصابات خفيفه مثلا كيما خزري والا مرياح لكن فما تغييرات فهمناهمش معناها كيما سعد بقير والا كشريده والا هذوما ما فهمناهمش تغييرات علاش حبيت نقول لك سلام اسكو معناها لونترونور يحب يعطي طون جو للاعبيه ويحب معناها يخلي الاجواء متاع لو فيستير اللي نحكيو عليها الناس الكل ما نجموش نخبيوها تقعد يعني في دو ماتش اكيليبري والناس كل تلعب والناس كل تكون شاركت ورغم اللي معناها تنجم تقول فما نوع من استسهال المنافس معناها كي تمشي تلعب في موريتانيا سامي في لي ماتش اميكو باش تعمل ريفيو ديفيكتيف في لي ماتش اميكو باش تعمل نقول لك دونك هنا ما نعرفش هذاك انت قلت لك حسيناه ماتش ودي ما نعرفش شنو هو التخمام تاع منظر لما تغير الطالب مكان مرياح مثلوثي مكان مشريده كشريده جزيري مكان الخزري عندك رفيع مكان بسليمان وتزيدهم سيسي مكان بقير هنا غيرت خمسة على بالنسبة للتشكيلة اللي ربحت ثلاثة في ردس ومع لي كونديسيون اللي يعرضوك في موريتانيا مع الفوياج مع السخانة مع يعني المنتخب الموريتاني كان جاهز أكثر منك دونك نصور في صعب عليك مباراة وهذاك اللي صار هنا ايش حبيت نعرف أنا حبيت نعرف اسكو معنا المنتخب اللاعبية اللي كانوا مرتاحين معنا هما معنا اللي رايحوا المنتخب اسكو معنا فما تعب كيف تحكي ولا تعب دوبيت سيزون اليوم صعيب شوي
كان باش نحكيو على كان باش نحكيو كما قال سامي المباراه مهمه اللي لازمنا نربحوها باش تاخذوا عليها معنا باش تاخذوا نقولوا الفرق اللي بينك وبين غينيا كما قلت هو جبنا متعادل غينيا في لحظه معنا في المقابله ولا انا هنا اسلام عشان نحكيو على التغييرات لازمك تخلي لا ميم ايكيب اللي ربحت في رادس وتمشي تلعب بالايكيب تيب وتلعب بالايكيب تيولير وتجيب معنا تريز تولي اتريز بوان معناها وسكرت الموضوع وروحنا على رواحنا ومنتخب التونسي ضمن تأهل بنسبة 99% هذا ما صارش. أنا أقول بتاتر المنتخب يعني حب معناها يربح نقولوا احنا عصفورين بحجرة تمشي تغير وتخلي الأجواء ممتازة والناس كل تشارك وتربح. لا هنا ظهر لي الحسابات كانت غلطة شوية مشينا معناها حاطين رواحنا اليوم في ديستياسيون ماهيش باهية رغم اللي هذا معناها ما كانش مستوى ممتاز وخسرت 3 نقاط اللي كانوا معناها ينجموا يرشحوك. وثالث حاجه اهم عندك مباراه مغينا الاستوائيه اللي هي كانت تربحك تولي ادي بوان دونك هنا مولي الاسلام صعبت على الاخر على الاخر دونك نتصور ان الحسابات كانت غلطه شويه رغم اللي سي بيان هو واحد يبدل اما كتبدل لازمك تربح يفهم عليك تبدل مسؤوليتك.